السلام عليكم. أنظار مناضلي ومناصري حزب الاستقلال تتجه اليوم لمدينة الصخيرات، هناك تلتئم دورة جديدة للمجلس الوطني للحزب. الهدف واضح، انتخاب أمين عام جديد ولجنة تنفيذية، ومن ثم تجاوز أزمة فشل المؤتمر 16 في انتخاب قيادة جديدة. ومن قصر المؤتمرات بالصخيرات ينضم إلينا عبد الحفيظ المنور. عبد الحفيظ، كيف هي ملامح المجلس الوطني؟ وهل الأجواء العامة للنقاش صاخبة صخب الجدل الذي سبق محطة المجلس الوطني؟ أكيد جاد، فهنا بقصر المؤتمرات أجواء من الترقب تارة والهتافات والتصفيقات تارة أخرى. فقبل أقل من ساعة انطلقت عملية التصويت لاختيار الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، بعدما تقدم مرشحان اثنان لهذا المنصب وهما حميد شباط وعبد الواحد الفاسي. إذن فعلى طيلة صباح اليوم استقبل المرشحان وسط هتافات وتصفيقات، وكأن الندية التي طبعت شهرين تقريبا من السجال والبوليميك إن شئنا القول على صفحات الجرائد استكملت اليوم هنا بقصر المؤتمرات. فأعضاء المجلس الوطني 996 سينتخبون اليوم أمينهم العام، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية 26 لحزب الاستقلال. وهل ينتظر عبد الحفيظ أن يحسم المجلس الوطني اليوم في أمر انتخاب الأمين العام الجديد للحزب؟ نعم جاد، سير المجلس الوطني يؤكد ذلك، فالاستقلاليون مجمعون على دخول مرحلة جديدة والانتهاء من جو السجال والنقاش الذي طبع ما بعد مؤتمر الأخير للحزب، المؤتمر 16. فالكل يؤكد على الانتقال إلى مرحلة تاريخية لمسار الحزب، إذ أؤكد بأنه الحزب ينتقل ومن خلال هذه اللحظة التاريخية اليوم من مرحلة التوافق بشأن اختيار الأمين العام إلى مرحلة ديمقراطية ومرحلة من الديمقراطية الداخلية، الاحتكام لصناديق الاقتراع. فإن كان المؤسس علال الفاسي انتخب بتوافق أعضاء مجلس أعضاء حزب الاستقلال وبعده محمد بوستا فعباس الفاسي، فاليوم الاستقلاليون حسموا في أمر ولا خيار إلا اللجوء لصناديق الاقتراع. فتقريبا حوالي السادسة من مساء اليوم سيتم الانتهاء من عملية التصويت والفرز فإعلان النتائج، بعد ذلك سينتقل أعضاء المجلس الوطني لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية 26. طبعا هناك لائحة فريدة مقسمة إلى ثلاث خانات، أعضاء لائحة عامة ولائحة النساء وكذلك لائحة الشباب. فهي لحظة تاريخية ومحطة تاريخية من مسار أعراق حزب بالمغرب، ستنتقل به من الوضع المهلهل كما وصفه القيادي محمد الخليفة إلى مرحلة ربما أكثر ديمقراطية في تاريخ هذا الحزب. عبد الحفيظ المنور، كنت معنا مباشرة من قصر المؤتمرات بصخيرات متابعا لأشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال. وإذا كانت لائحة وترشح لمنصب الأمين العام مفتوحة، فإن رجلين بعينهما لهما حظ وافر للظفر بالزعامة. يتعلق الأمر بعبد الواحد الفاسي وحميد شباط. حميد شباط عمدة مدينة فاس، كاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يطمح لقيادة سفينة الاستقلال ويعد في حال انتخابه بحزب قوي وموحد. بورتري سعاد زعتراوي ونجيب طاهري. من أوسع أبواب العمل النقابي والحزبي دخل واثق الخطوة. صعد شباط سلم النجاح إن على المستوى النقابي أو الحزبي أو السياسي. بعد 20 سنة من تدبير شأن محلي يشغل منصب عمدة فاس منذ سنة 2003. كانت له بصمته الخاصة في الكثير من المجالات والقطاعات الهامة بالعاصمة العلمية. لما دخلت العمل الجماعي لقيت سهولة، لأنه التواصل موجود، الإنصات على الناس موجود، حمل هم الطبقات الشعبية وخصوصا المناطق الفقيرة
بحيث كانت البداية لحميد صباط بجماعة زواغان اللي كانت كل جماعة مهمشة آنذاك في 1992. صباط 35 سنة من العمل في المجال النقابي، مسار توج بعدما تم انتخابه كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب سنة 2009. أما حزبيا، مشوار شباب داخل حزب الميزان كان من كاتب دائرة إلى كاتب إقليمي فعضو بالمجلس الوطني ليصبح عضوا باللجنة التنفيذية، والحلم بات شغل منصب الأمين العام لأقدم حزب في المغرب. حميد صباط يحمل هو والرفاق ديالو واحد البرنامج، هو برنامج متكامل. الأولويات ديالو بطبيعة الحال هي خدمة أولا استقرار الوطن من الدرجة الأولى، ثانيا إعادة وترتيب البيت الداخلي لحزب الاستقلال، لأن المغرب في حاجة إلى أحزاب قوية، لأن المرحلة مرحلة دقيقة. التنزيل الحقيقي للدستور في حاجة إلى أحزاب قوية، أحزاب قوية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق مشاركة كل الفاعلين داخل الحقل السياسي، حيث حزب الاستقلال ما يمكنش يكون حزب شخص أو حزب عائلة قدر ما أنه حزب شعب. حميد شباط 59 سنة، متزوج وأب لخمسة أبناء، روح الدعابة تلازمه كظله، لكنه يؤكد ليس لأن طريقه كان مفروشا بالورود دائما، بل هي فلسفة خاصة يؤمن بها هذا الرجل، وتفاؤل بجرعات زائدة. كان دائما عن طريق الديمقراطية، وهذه قناعتي الديمقراطية إن شاء الله.